باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. الإصحاح الأول من سفر الرؤيا ليوحنا الحبيب، بركته على جميعنا، أمين. نقرأ بضع آيات ابتداء من أول الإصحاح حتى عدد 3. إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. مجدا للثالوث الأقدس، إلهنا دائما أبديا، آمين. في ابتدائنا لتفسير سفر الرؤيا نبدأ بأول إصحاح وأول آيات، فنرى في الآيات التي قرأت على مسامع كل المشاهدين الآن إعلان هام جدا، فريد من نوعه، إعلان غير معتاد حتى. هذا الإعلان له اسم، إعلان يسوع المسيح. ليس هو كباقي الإعلانات ولا كما يظن أي إنسان، إنما إعلان محدد، إعلان يسوع المسيح، شخص الرب يسوع، الله الظاهر في الجسد، القاضي، الديان، العادل، شخص رائع فريد من نوعه، خلصنا، فدانا، بذل كل ما في وسعه لأجل أن ينتشلنا من ذلنا ومن ضعفنا ويجدد طبيعتنا ويباركها فيه وبأسلوبه الغير تقليدي والغير معتاد الذي لم يفهمه الشيطان نفسه. هو رب وإله مجيد جدا، وله إعلان في هذا السفر، لأن سفر الرؤيا هو آخر أسفار الكتاب المقدس، هو آخر الكلام في التعاملات السماوية والإلهية مع الكنيسة ومع إسرائيل ومع الأمم ومع الماضي والحاضر والمستقبل. إعلان مهم جدا من شخص الله الذي يسميه يوحنا الحبيب، الذي كان يتكئ على صدر يسوع الكائن والذي كان والذي يأتي. نعم آمين، سوف يأتي الرب عن قريب ويرد كل شيء إلى الفردوس مرة أخرى. شيء رائع أن أسلوب القديس يوحنا في سفر الرؤيا يجذب الانتباه جدا، يجعل كل إنسان متشوق أن يفهم، لا سيما في الإصحاح الأول، لأنه إصحاح مليء فعلا بالمفاجآت وبالأساسات وبالمحاور لفهم كل سفر الرؤيا. لكن قدوس القديسين إلهنا الرب العظيم الأبدي المجيد المتعجب منه بالمجد، كما هو إله كامل ولاهوت لم يفارق ناسوته، دعا نفسه الرب يسوع ابن الإنسان، ودعاه يوحنا أيضا في هذا السفر شبه ابن إنسان. علشان كده عايز أتكلم النهاردة مع حضراتكم وكل المشاهدين في حلقات متسلسلة بنعمة المسيح في شرح وتفسير سفر الرؤيا، بعنوان تقدروا تحفظوه: يسوع المجيد وإعلان فريد. يسوع المجيد وإعلان فريد. وعايز أقول أول كلمة ليسوع إعلان، ليسوع إعلان. أول آية في سفر الرؤيا بيقول القديس يوحنا الحبيب: إعلان يسوع المسيح،
إعلان محدد هو بتاع مين، مش أي إعلان والسلام. لكن هنقف عند كلمة إعلان لحظات. إعلان هي كلمة في اللغة اليونانية، كلمة أبوكاليبسيس، وفي اللغة القبطية لغتنا القديمة تي أبوكاليبسيس، والكلمتين معناهم إعلان أو رؤية، واللي تاخد منهم كمان السهرة الروحية العميقة اللي بنبقى حاضرينها في الكنيسة يوم الجمعة العظيمة بالليل فجر السبت، بتبقى اسمها سهرة أبو غلمسيس، يعني سفر الرؤيا، لأن بيتقري فيها في وسط التسبيحات، لأنه هو فعلا سفر الرؤيا زي ما قلت الحلقة اللي فاتت، هو سفر التسبيحات والترنيمات، برغم أنه سفر يعلن قضاء الله النهائي. ولكن كلمة إعلان اللي هي أبو غلمسيس أو أبو كاليبسيس، الإنجليزي بتاعها في معنى إضافي ريفيليشن أو ريفايل. ريفيليشن معناها كشف القناع أو المستور، كشف القناع، عايزين نتفاجئ بأمور عجيبة فريدة من نوعها فعلا من هذا السفر. إعلان يسوع المسيح، يا ترى كلمة إعلان دي أول مرة تيجي في الكتاب المقدس؟ أبدا. إنما إعلان كان الله يعلن ذاته في العهد القديم، وكان يعلن أسرار لأناس كثيرين وقديسين عمالقة، برضو إعلان الله مش هيكون لأي حد والسلام، لازم لقديسين والناس قلوبها نقية. فكان الله يقول: هل أخفي ما أنا فاعله على عبدي إبراهيم؟ برغم يا رب إنه عبد، لكن أنت بتقول إيه؟ هل أخفي على عبدي إبراهيم؟ نفهم من كده إن ربنا ممكن يعلن ذاته زي ما قال السيد المسيح: وأعلن له ذاتي، أو أظهر له ذاتي. لو حب يظهر لإنسان مهما كان حتى لو شرير لأجل أن يرد عن شره، يظهر له ذاتي، دي حرية الله الشخصية. إعلان يسوع المسيح ممكن يعلن بحلم، وممكن يعلن كمان في رؤية أو في الصح. أذكر يا أعزائي المشاهدين أني من عدة سنوات مضت كنت في إسكندرية، وكنت على شاطئ المعمورة بالتحديد، وبنتي الكبيرة دخلت في البحر، وبعدين طلعت جري بسرعة علي تقول لي: بابا الحق. فقلت لها: ايه خير، في أنديل البحر؟ قالت: لا لا لا، ده في إعلان. قلت لها: إعلان ايه يا بنتي، أنا مش فاهم. قالت لي: يا بابا أنا شفت في السماء وأنا جوه في البحر، شفت رب المجد يسوع، هل الكلام ده صح؟ قلت لها: وصفي لي الشكل والهيئة والمنظر. فقالت لي: شفت رب المجد يسوع وهو فارد إيديه زي صورة العذراء بتاعت الزهور، وإيديه بيخرج منها النور والنعمة والبركة، بتخرج من إيديه الطاهرتين كأنه زيت بينزل من إيديه. قالت لي: الرؤية دي صح، الإعلان ده من الرب صح، ولا مجرد تهيؤات؟ فقلت لها: لا فعلا ده صحيح. فردت علي ببساطة الأطفال وهي في ابتدائي، وقالت لي: طب إزاي يكون ظهور للرب يسوع بالشكل ده وأشوفه وأنا لابسة المايوه؟ وأحرجت يعني، واتكسفت بتفكير الطفولة. لكن الله له إعلان فريد، برغم إنه الله المجيد جدا الذي لا يشمخ عليه، لكن الله مع كل إنسان يقدر يتعامل ويقدر يقترب. مع الإنسان خالي الإمكانية ينظر إلى النية الجوانية، لقاها بيضاء كذات السماء في النقاوة، يقترب إليه ويتعامل معه ويقول: هوذا أنا واقف على الباب وأقرع، إن فتح لي إنسان أدخل معه وأتعشى
معه وهو بيبقى جايب جسده ودمه الأقدسين مجانا، كل شيء بنعمته مجاني. إعلان يسوع المسيح. يمكن المشاهد أو اللي بيسمعني دلوقتي، وأنا أتمنى كل واحد يشاهد هذه الحلقة يكون فاتح الكتاب المقدس على سفر الرؤيا الإصحاح الأول وماسك قلم ويبتدي يخطط ويكتب فيه ملحوظات من اللي أنا بقولها، علشان فعلا يدخل للمحضر الإلهي باستيعاب. ممكن حد من المشاهدين المركزين يقول طب يا أبونا دلوقتي ليه يوحنا كاتب إعلان يسوع المسيح بالتحديد؟ ما قالش إعلان يسوع وسكت، ما قالش إعلان المسيح وسكت، ليه جاب الكلمتين؟ ما قالش إعلان الله وسكت ليه؟ لكن قال الكلمتين. يسوع هي الكلمة اللي جاية من العبرية يهوى شوع أو يهوشع أو هوشع. الكلمة دي معناها الله يخلص أو يهوى يخلص أو الله خلاصي، كلمة يسوع، لأنه يخلص شعبه من كل خطاياهم. إذن كلمة يسوع هي الاسم اللي أطلق من فم الملاك نفسه. يعني زكريا الكاهن سألوه اسم ابنك ايه، أخذ ورقة وقلم وقال لهم ايه، أو لوح كده من الشمع وبدأ يكتب يوحنا. لكن التسمية مش من فم كاهن ولا فم زكريا، تسمية الرب يسوع بفم ملاك طاهر جبرائيل الملاك، قال للعذراء تسمين اسمه يسوع. فده اسم أطلق عليه من الملاك مش من إنسان. طب والاسم المسيح؟ كلمة مسيح ببساطة شديدة عشان كل الناس تقدر تفهم، هي مقصود بيها لا سيما في العهد القديم، مقصود بيها شخص هيتمسح لمهمة خاصة جدا بقوة غير عادية. علشان كده أنا بقول إعلان فريد، إعلان فريد ليسوع المجيد. فإذا كان الرب يسوع المسيح، إحنا بنفكر في الاسمين مع بعض. يسوع هي الكلمة الإنسانية، لما يقولك عنه هو داخل التجربة على الجبل بيقول إن أقتيد يسوع، ما قالش أقتيد المسيح، أقتيد يسوع ليجرب من إبليس في البرية 40 يوم و40 ليلة. أما المسيح فهي اللفظة الخلاصية الفدائية. أنا ما أتكلم وأقصد الناسوت بكل أحاسيسه لأنه عاش عيشتنا وحس بإحساساتنا، أقول يسوع، لكن لما أجي أقف قدامه أنا عارف قيمة نفسي وعارف قيمته هو تطلع قد إيه، أقول له أيها السيد المسيح، أقول له يا سيد الرب، وقف قدامه وأنا عارف إنه الذي مسح لأجل أن يمسح خطايانا. زمان في العهد القديم كان صمويل داود شاول كل الملوك والكهنة كانوا يمسحوا بصب الزيت، لكن الرب يسوع كان ممسوح بالروح القدس، وده الأمر اللي ادهولنا بعد كده، قال أما أنتم فلكم مسحة من القدوس. ومعلمنا بولس يقول في رسالته الأفسس، يقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاع بل امتلئوا بالروح. لازم تكونوا ممسوحين. قدامكم مهمة خاصة في العالم، قدام الكنيسة مسؤولية كشاهد على اللي بيحصل في الأرض طول التاريخ، في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل إلى يوم مجيئه على سحاب السماء. المسيح إلهنا واخد هذا اللقب المسيح، ودي اللفظة العربي من الكلمة العبرية مسيا. طب وليه كلمة المسيح؟ لأنه في إنجيل لوقا مثلا إصحاح 1 عدد 33 بيقول يملك على بيت يعقوب إلى الأبد. معنى كلام إنه مسح ملك. طب هو بيتمسح حاجة تاني؟ ممكن يكون مسح كاهن، وده اللي بنشوفه في الهدايا بتاعت المجوس، الذهب واللبن والمر.
مصح كاهن ويقول رئيس كهنة للخيرات العتيدة. وداود النبي قال عنه ككاهن إنه ممسوح على طقس ملكي صادق كاهن لله العلي بلا بداية حياة ولا نهاية حياة مشبه بابن الله. المسيح كلمة معناها أيضا إنه مسح، وربما يقصد مسح نبي. طب مسح نبي إزاي؟ السيد مسيح نبي ولا إيه؟ أقول مسيح كاهن ملك نبي إله، كل الألفاظ اللي احنا نحتاج نقولها تعبيرات بشرية نقدر نستخدمها بما فيها نبي. إزاي؟ لأنه لا قال بنفسه وبفمه الطاهر المبارك لا يترك حجر ها هنا على حجر لا ينقض، وكان بيتكلم عن خراب أورشليم. معنى الكلام أنه قال نبوات، وقال أكتر من كده نبوات، إعلان يسوع المسيح، إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله. مين الدهوله؟ الله. وممكن واحد يسأل سؤال بيطرح نفسه يقول لك الذي أعطاه الله ليسوع المسيح، نقول ما هي دي العلاقة والشركة بين الأقانيم التلاتة. دايما رب المجد يسوع كالأقنوم الثاني، أي الابن، ابن محبة الآب، ارتضى أن يتجسد كإرادة الآب السماوي لأجل خلاصنا، لأجل أن يرد آدم وبنيه إلى الفردوس، يردنا دفعة أخرى إلى الفردوس. الذي أعطاه إياه الله. لما نقول الله الآب أعطى ليسوع المسيح إعلان، يبقى معنى الكلام إن ده الإعلان النهائي، كل شيء قد اكتمل، إعلان كامل ونهائي. الآب بيديه للابن، والابن بيديه ليري عبيده، بيديه لعبيده، بس بواسطة مين؟ بواسطة ملاكه لعبده يوحنا. يبقى الإعلان، أو زي ما قلت في البداية ليسوع إعلان، إحنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن إن هذا الإعلان الكامل النهائي تناولته خمس أيادي. اليد الأولانية هي يد الله الآب، اليد الثانية هي يد المسيح، اليد الثالثة هي يد عبيده عايزهم يشوفوه، اليد الرابعة يد ملاكه، واليد الخامسة يد يوحنا. بغض النظر عن ترتيب مين الأول مين بيدي لمين، إنما كلمة ليوري عبيده بتحط قدامي تفكير، يعني إيه؟ علشان يوري عبيده. معنى الكلام إن هذا الإعلان الكامل النهائي في أمور مش مفهومة، محتاجة شرح، محتاجة ملاك ينزل بالإعلان، محتاجة شوية تصرفات لأنه مش مفهوم حتى ليوحنا الحبيب نفسه. فبيقول ده سفر يا جماعة فيه كنوز، زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت الكنوز في سفر الرموز. فليوري يعني في حد هيكشف، لأن السفر محتاج شرح ومحتاج حد إنه يشرحه. ليوري عبيده، يا ترى أنهي عبيد اللي يستحقه؟ وجيد جدا إن أنا وإنتم نعتبر أنفسنا إيه؟ عبيد بطلون لما نعمل كل الواجب اللي علينا. يبقى العبد هنا ممكن يكون ليه درجة ممتازة في عين الرب نفسه، درجة غير اعتيادية، اسمها درجة إننا نبقى عبيد للرب، برغم إنه قال لنا أنتم أحباء لا أعود أسميكم عبيد بعد. حتى يوحنا الحبيب نفسه، تلاحظوا حضراتكم الإصحاح ده يبتدي ينطق اسم يوحنا، ومع ذلك كلمة عبد بدأت تتذكر. عايز يقول السفر اللي بيتكتب دلوقتي مش بتاع يوحنا اللي كان بيتكئ برأسه على صدر المخلص، إنما دلوقتي يوحنا نفسه
عبد زي بقية العبيد كلهم، فهيبتدي الإعلان يبقى حتى ليوحنا كعبد لا كمتكئ على الصدر، ليوري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب. وكلمة قريب بتترجم كلمة فجأة، وفجأة معناها إن لما يحصل هذا الإعلان أو هذا الحدث، لما يحصل هيتم بسرعة، بعد ما يحصل مش قبل ما يحصل، بسرعة يقصد الحركة في السرعة، ما يقصدش السرعة في الزمن. ليوري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. يوحنا نفسه كان محتاج اللي بينهوله، لم يعرف زمن بل رؤى ونبوات وخطوم ورموز وأمور عسرت الفهم إلى حد ما. بيد تناول هذا الإعلان 5 أيادي زي ما شرحتها ملاكه، وكلمة ملاك جاية من الكلمة العبرية لاك، يعني ملاك أو رسول، معناها رسول، ودي شغلة الملائكة. لعبده يوحنا، كلمة عبده يوحنا علشان يوحنا يرجع للاتضاع، لا سيما في وسط كل هذا المجد. يوحنا اسمه اتذكر مع انه ما اتذكرش في الانجيل، ولا اتذكر الانجيل بتاعه، ولا اتذكر في ال3 رسائل بتوعه، انما اتذكر او كتبه يوحنا 4 مرات في سفر الرؤيا، 4 مرات اساسيين في الترجمه من اللغه اليونانيه، 4 مرات. ليه؟ وخاصه في الاصحاح الاول، عشان يقول طالما دي رؤيا، طالما دي أمور ممكن البعض يستحملها وممكن البعض ما يستحملهاش، ممكن البعض يفهمها وممكن البعض ما تجيش على مقاس عقله، يبقى لازم أكتب إن دي أنا اللي موثقها بنفسي. مين؟ يوحنا الحبيب الذي شهد بكلمة الله. شهد يعني ده كلام في الماضي، شهد قبل كده بكلمة الله، بكلمة الله. لاحظوا هنا ان الكلام واضح، بيقول الذي شهد، يعني يوحنا هنا موقعه ايه في سفر الرؤيا؟ شاهد، مش مؤلف لسفر الرؤيا. لازم الكلام يتفهم بالنوع ده وبالطريقة دي وباستمرار. الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. شهادة يسوع هي روح النبوة. طب يوحنا شهد ليسوع، دي حاجة مفهومة على مقاس العقل البشري، لكن يسوع نفسه شهد للآب السماوي. لاحظوا حضراتكم في قصة حياة المسيح، يقول إن العذراء بتكلم السيد المسيح وهو صبي صغير، فبيقول لها ينبغي أن أكون فيما لأبي. بعد شوية وهو كبير في خدمته يقول ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني، وبعدين يقول لهم لأن اللي أنا بعمله وبتكلم بيه وبشهد بيه هو أنا سمعته من أبي، فلازم أنتوا تصدقوا وتؤمنوا في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان. دي شهادة يسوع المسيح، أو كما أسميها ليسوع إعلان. طوبى للذي يقرأ، وكلمة طوبى في اللغة اليونانية هي مكاريوس، يعني مغبوط أو مبارك، وجت في السفر 7 مرات، لكن بيقول للذي يقرأ. واضح أن يوحنا اعتبر سفر الرؤيا هيتقري في الكنيسة كعادة مجامع اليهود، أخذ منهم الفكرة، كانوا 7 بيقعدوا يقروا في التوراة في المجمع، إنما قال لك طوبى للذي يقرأ، وده السفر الوحيد اللي بيبدأ بالتطويب وبينتهي بالتطويب والنعمة والبركة. فبيقول طوبى للذي يقرأ، يعني اعتبر يوحنا ان سفر الرؤيا كده اصبح جزء من الكتاب المقدس، هيتقري في الكنيسة، وده اللي حاصل فعلا.
وللذين يسمعون أقوال النبوة. ليه قال أقوال النبوة؟ ما قالش للذين يسمعون كلام الله. ما ياما ناس بيسمعوا كلام ربنا من هنا وبيفوتوا من الناحية التانية. المرة دي بيقول لفظ تاني، طوبى للذين يسمعون أقوال النبوة. النبوة ده كلام الرب، مش كلام يوحنا كرسول أو تلميذ أو نبي، وإن ده سفر نبوي. ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب، لأن الوقت قريب. كلمة قريب لقيتها في اللغة اليونانية أجوس، ودي معناها الوقت لن يطول. وعجبني، وده كلام هختم بيه الحلقة دي، إن القداسة البابا شنودة ربنا ينفعنا بصلواته وشفاعته عنا في السماء، قال تعليق على مزمور اللهم التفت إلى معونتي، قال إن الله لا يسرع ولا يبطئ. أمال أنت بتعمل إيه يا رب؟ لما أدعوه في وقت الضيق مثلا، الله يأتي في الوقت المناسب. نكمل كلامنا بنعمة الرب يسوع في الحلقة اللي جاية. لربنا المجد دائما أبديا، آمين.